soft say, some things never change. I couldn't stop and say no. It's all say, but you won't take blame, even when you are blowing up. Oh my, you're my broken love. Nobody's gonna save enough. Oh my, you're my broken love. So come on, let me show you. هاني جيت لا تقولوا ما جيت، هاني جيت ولا تقولوا ما جيت. كي دايره البنات؟ لاباس عليكم؟ اموركم كلشي مزيان؟ رجعت لكم بالفيديو اللي بغيتو، وهي كيفاش توفقي ما بين شغل الدار والعمل. الا كنتي خدامه واخا غزالات، هادشي اللي غادي نقول لكم اليوم خص اي وحده فينا ديرو. واكيد غادي نبارطاجي معكم الوصفه السحريه ديال الخبز اللي غادي يكون فشفش هشيش، لا دليك لا عجين، خلطي على لا والخبز ناضي غادي يجيك. يلا البنات اللي بغات تشوف معايا الفيديو تبقى معايا حتى الاخر، وما تنساوش دير واحد لايك 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 وخلي كومونتير زوين، ويلا شوفوا الفيديو. قبل من هذا الشيء كامل اختي، انا راسي هو الاول. نبداو بعدا بوصفه زوينه كتنقي الوجه ضد التجاعيد، واخا ما كاينش شي حاجه ضد التجاعيد، ولكن المهم غادي تتاخر لنا ظهور التجاعيد وكتصفي. واللي يلاه دخلات من البحر راكم عارفين الناس كانوا في عطله، فهادشي في هاد الوصفه البنات غادي ديروها وغادي تشكروني عليها. ممكن ديروها كل نهار. غنحتاجوا جوج بطاطات يكونوا كبار حجم كبير بزاف، حيت غادي نحتاجوا الماء ديالها. نحكوها في الحكاكه ماشي في الخلاط، حكيها ومن بعد لاله غادي تعصريها. انا ما عنديش هذيك لي باموس، ولكن نتوما استعملوها الا عندكم في الدار. كما كتشوفوا انا استعملت غير هذه اللي عندي، مهم عديت بداكشي اللي عندي في الدار. غادي نصفيوها البنات مزيان، عصروها عصروها عصروها، حيت غادي نحتاجوا النشا اللي في البطاطا. وغادي نخليو هاد البطاطا تصفى مزيان لمده ساعتين على الاقل، لمده ساعتين الا ما قلتش لكم خليوها ليله كامله. المهم ما عندكش الوقت ماشي مشكل، خليها ساعتين ديال المكانه راه قاضي الغرض. غادي ندوزو دابا الوصفه ديال الخبز اللي كلشي كيتسنى فيها. غنحتاجو كاس ديال دقيق الفورص، ممكن تستعملو الفينو ما كاين حتى شي مشكل. وغادي نحتاجو خميره ديال الخبز. هذا البنات انا استعملت كيس كامل ديال ليدل زوين اقتصادي. ومن بعد غادي نزيدو البنات معلقه ديال الخل، ضروري في هذه الوصفه ما تحيدوش ليا حيت هو السر ديال الوصفه. هذه الوصفه خديتها من عند الهام رامود، كنقول لها الله يفكك حبيبه على خير، وصفه رائعه البنات، ومن نهار جربتها ما كنستغناش عليها. من بعد البنات غادي نخلطوا هذا الشيء كامل بكاس تاع الماء، نفس الكاس اللي عبرت به الدقيق نفسه استعملته تاع الماء، يكون الماء دافي شي شويه. غتبقاي تخلطي بشويه، يعني انت عينك ميزانك. انا هنايا ما احتاجيتش نزيد الماء، فقط يعني الدقيق اللي عندي شرب لي هذاك الكاس ديال الماء. على حسب نوعيه عاوتاني الدقيق ديالكم، كاين اللي غادي يشرب وكاين اللي غادي يعني غادي توفي الماء. المهم عينك ميزانك، غادي تبقاي تدوري حتى كتهرب ليا الهضره. غادي تبقاي تدوري حتى تحصلي على واحد الخليط ما يكونش جاري بزاف وما يكونش عاوتاني عاقد. المهم غادي يبان لكم في الاخر. البنات ضروري تزيدوا معلقه ديال السكر، ضروري وتما ضروري. الشعيبيه ضروري كتنسى شي حاجه، حتى كنتفكر الحمد لله تفكرتها وزدتها في الفيديو. المهم غتبقاي تخلطي 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 لاله، كما كتشوفوا كتحصلي على واحد الخليط اللي هو ماشي بحال البغري، المهم شي شويه قريب ليه. وما تخلي حتى شي كلكوله، شفتوا هنايا بانت لي شي كلكوله ديال الدقيق، راه كنحاول نحركها مزيان. ومن بعد الا كتغطي عليه حتى يخمر على خاطر خاطرو، شحال نقول لكم كاع ربع ساعه ديك 20 دقيقه. كما كتشوفوا ها هو الخليط ديالها من بعد ما خمر. مهم غادي ما بانش هنا مزيان في الفيديو، ولكن راه طلع مزيان. غنحتاجو دابا نفس الجبانيه باش كنعبر. هنايا جبانيه ديال دقيق الفورص
وغادي نحتاج جبانيه ديال دقيق الفينو. ممكن انا ليت عليكم عوض دقيق الفورس، ديروا الدقيق الكامل المهم اللي واجد عندك في الدار وضاعفوا الكميه. انا هاد الكميه درتها غير باش نصور لكم الفيديو، حيت ديجا عندي الخبز في الفريكو فما بغيتش نكثر عليا. غادي نزيد على هذاك الخليط ديال اللي ديال الخميره والدقيق اللي صايبنا قبيله. شتو كي كيجي البنات راه هذا هو السر باش يجيكم ويلي مشات ليا الهضره باش تجيكم العجينه رطبه ومفشفشه. ومهم راكم عارفين غيجي واحد الخبز اللي هو رطب. صافي حيدي داكشي كاع اللي كاين في الجبانيه اللي كنا دورنا فيها الخميره مع الدقيق، حيدي مزيان ما تخلي حتى شي حاجه اختي، لا لا للضياعي لا للضياعي. غنخلطوا مزيان، نحاولوا ندخلوا هذاك الخليط مزيان مع الدقيق حتى تنسجم المكونات كلها. غادي نزيد دابا معلقه ديال الملحه، معلقه كبيره، انا هذه هي اللي زعما كتجيني مزيانه. من بعد غادي نزيدو كاس تاع الحليب حتى هو يكون دافي، قلت لكم نفس الكاس اللي كنعبر به، وكاس تاع الزيت. بغيتو ديروا زيت بلديه، بغيتو ديروا زيت المائده، ما كاين حتى شي مشكل، على حسب اللي وجد عندكم في الدار. وباستعمال يديك الجميلتين غادي الا تدخلي جميع المناصر مع بعضها. زيدي زيدي مازال، دلكي دلكي المعكازه، دلكي 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 هكاك. صافي الا دخلتي جميع المكونات مع بعضها. دابا الماء كما قلت لكم كاين الدقيق اللي كيشرب كاين اللي ما كيشربش، غتبقاي زيدي غير بشويه، عينك ميزانك الحبيبه ديالي، حتى تحصلي على واحد الخليط اولا واحد العجينه تكون رطبه، ما تكونش فازقه وما تكونش كتلصق بزاف في اليد. غادي تشوفوها من بعد. من بعد ما جمعت العجينه كامله حيدتها من البول ودلكتها غير واحد شي شويه، ميم با واحد ال 1 مينيت وصافي. البنات درت ليها شوي شويه ديال الزيت، وكيكون هذا هو الشكل ديالها كما كتشوفوا في الفيديو، رطيطبه. ديروا شويه ديال الزيت الا كانت كتلصق لكم في اليدين، وصافي كنحطوها في البول اللي عجننا فيه ونخليها لاله تخمر ليا على خاطر خاطرها على خاطر عطيها الخاطر. حبي العجينه ديالك الا بغيتي يخرج لك الخبز مفشفش، حبي العجينه ديالك. وصافي البنات دابا غادي نمشي نعيش الحياه ديالي ونقضي المشاغل ديالي. البنات ما تخليوش الصابون يتجمع لكم، صبني كل نهار، انا كنصبن كل نهار البنات. غادي تشوفوني كنصبن حتى الصبابط ديال وليداتي لانهم كيعرقوا، كنصبن صبابطي ما كنخليهمش حتى كتكون فيهم الريحه، كم عرفتوا العراق واللاصال وداكشي كامل. فضروري البنات صبنوا الاحذيه ديال من الحوايج اللي كانت مدمره ليا حياتي، وهي طويان الحوايج، وانا ريش حال كنكرههم، ولكن لقيت لكم الحل البنات. حطيتي الحوايج يدورو في الماكينه، غادي تمشي للا تهزي الحوايج اللي باقيين منشورين. انا هاد المنشاره انا ما عرفتش كيقولوا ليا هادي اللي كنشوف فيها الحوايج راه ما كتخواش، والله الا كنصبل كل نهار ولكن ارتاحيت ما كتجمعش عليا الصابون. كي كينشفوا في بلاصتهم البنات كنشدهم كنطويهم وكندي كل حاجه لبلاصتها. هذه هي احسن طريقه البنات باش ما تستريسيش راسك وما يتجمعوش عليك الحوايج وتكون حياتك مرتبة وبدون ستريس وبدون اعصاب. بغيتو الفيديو طويل، انا بقيت كنطول حتى جبت واقيلا نص ساعه، والله ما عرفتش واش نص ساعه. المهم كتبوا لي لتحت البنات الا بغيتو فيديوهات طويله ولا بغيتيهم قصيره، المهم اللي حب لكم الخاطر. اليوم كان نهار الحد فانا وريتكم الروتين ديال نهار الحد اللي غادي يسهل عليا بزاف د الحوايج، غادي يسهل عليا الاسبوع كامل. وهذا الشيء راه انا درته بالليل، غادي تشوفوا وليداتي كنحط ليهم يتعشاو كما راكم عارفين ان عمران كنخليه يعيش الحياه ديالو، كياكل بوحديتو ما كيخلينيش انا لا نوكلو، ولكن كيدير ليا الروينه ما نكذبش عليكم، واحد الروينه ماشي مشكل. حتى هكا مزيان نيت ما لقاوش معاه مشكله في الحضانه،
كياكل بوحدو ما عنده حتى شي مشكل. صافي هنايا عشيتهم خليتهم يتعشاو على خاطر خاطرهم ويرونوا على خاطر خاطرهم. نصيحة الثالثة، اعطي 20 دقيقة من وقتك لتنظيف البيت. اي على الشعيبية كانت غادي تطيح وبقيت بلا فيديو بلا مونتاج. اعطي 20 دقيقة من وقتك لتنظيف البيت، 20 دقيقة عواد ما تبقاي شادة ليا الواتساب ولا شادة ليا يوتيوب. 20 دقيقة البنات ولا شنو ديرو، كل جزء من جزء من اجزاء المنزل اعطيو 10 دقائق. مثلا الصالون 10 دقائق، البيت ديال الغرفه ديالك 10 دقائق، الغرفه ديال الاطفال 10 دقائق، الحمام 10 دقائق وهكذا. ولكن اهم اشياء اللي خاصهم يتنظفوا قبل ما تنعس حبيبتي وهي الحمام اعزكم الله، الصالون اللي جا عندك شي حد، والمطبخ. الدوش للوليدات ما تحيدوش ليا البنات، كل نهار دوشوا لوليداتكم. الوليدات كيمشيو للمدرسه كيعرقوا كي حويجاتهم تيتوسخوا، الدوش كل نهار. حتى بالنسبه للبنات اللي عندهم هكا شعر طويل ما بغيتوش تغسلوا لهم الشعر كل نهار ماشي مشكل، الشعر غسليه جوج المرات في الاسبوع لكن الجسم ديالهم يتغسل. صويبينا البنات وصافو باندوش هكا، صبطوا وليداتك، حيدي لهم العرق، حيدي لهم داك الوسخ ديال المدرسه باش حتى تكوني مرتاحه ليا على خاطرك. ملي كندوش لوليداتي كنمشي كنوجد الحويجات، هنا راه كنت كنشرح لكم، كنمشي كنوجد الحويجات ديال الغد ليا البنات، ما تخليش حتى الغد ليه حتى الصباح عاد هاد الطقيش راه ما عرفتش فينا هي صبط فينا هو، لا وجدي كلشي ليله قبل. انا كنقول لكم راه عمران ما عندوش دابا اليونيفورم، ما عندوش لبسه موحده عادي حتى يدخل ان شاء الله حتى يدخل للريسبشن، ولكن الحمد لله حنا نهال عندها لبسه موحده، وهذا الشيء من الاشياء اللي يعني سهلت علينا حياتنا. انا عارفه بعض الدول ما عندهمش لبسه موحده ولكن حنا الحمد لله عندنا لبسه موحده من 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 الريسبشن. اوه الحبيب ديالي بقى فيا فاش جيت لقيتو ناعس هنايا، صافي مسكين عيا من ورا الدوز، صافي كيعيا ديته وحطيته في بلاصتو. بقاتني هل واحد شوية من ورا حتى هي مشات نعسات. دابا لاليات عليكم غادي نرجعو الخبز ديالنا، شتو كيتنفخ ما شاء الله تبارك الله. عندي القلب ياك، قال لك المرأة اللي كيتنفخ ليها العجينة عندها القلب. صافي هنايا بغيتي تتقرصي باللي بغيتي، انا قرصتو شوية دقيق، هنا حطيت الدقيق الكامل ودرت فيه شي شويه ديال الجنجلان اللي هو السمسم وشي شويه ديال الحبه السوداء. الحبه السوداء راكم عرفتوها، عندها واحد السميه اخرى ولكن مشات ليا. وهنايا قلت لكم ضروري البنات فرشوا هاد الورق ديال المطبخ في اللاطة باش ما يسلقش لكم الخبز. هادو من الاشياء عاوتاني خصكم ديما ديروها. كنت كنديروا نيشان على اللاطة كيلصق ليا لتحت واخا كندير ليه زيت، من الاحسن ورق المطبخ رخيصه البنات، راه كاين فون بون شوب كيدير غير وان بون. صافي كنحاول نحيد الهواء من العجينه ديالي كما كتشوفوا، كنحيدها مزيان وكنبدا كنديرهم هكا، كنقط كويرات صغيورين حيت انا بغيت خبيزات يكونوا هكاك صغار حتى نيت باش ما نكثرهوش من الخبز والكرش، راكم عارفين الفضيحه. وحتى الوليدات كيعجبهم هكا خبيزه صغيره كتجيهم شي حاجه اللي هي زوينه، تعمريها بالفروماج بالطون باللي بغيتي. صافي البنات كنقطعهم قطعات، كنقطع كويورات هكا صغيورين على حسب الحجم اللي انت اللي بغيتي، وكنبدا كنقرص كنقرصهم هكا على الجهتين وكنحطهم في اللاطه ديالي. غادي نحاول هكا نسرحهم بيديا وغادي نمشي نسخن على الفران. ضروري البنات يسخن الفران واحد 15 دقيقه قبل ما تبدا طيب الخبز. غادي نحاول نفلح الخبيزات ديالي، غادي ندير لهم واحد العلامه ديال زائد ونخليهم يخمروا واحد 10 دقائق حتى ل 20 دقيقه، المهم تيبان لكم على حسب دابا الجو يبانوا لكم تنفخوا عرفوهم راه صافي راه خمروا وصافي. غادي ندخلهم الفران ديالي يطيبوا. انا اللي عندها الفران ديال الضو درتهم على 200 درجه. هاي 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 على الخبيزات، هاي 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 محمرين هادو والله البنات ما تلقاهم عند محمد مول الحانوت، ما تلقايهمش عندو. هاي هاي شوفوا شوفوا يا البنات الخبيزات كي محمرين وكي ضاحكين. شوفوا شوفوا انا قطعت لكم هنا شويه، شوفوا كيفاش كيجي مفشفش
ايوا لالا بصحة والراحة. دابا البنات انتوما شفتوا الطريقة، ما تعكزوش راه دغيا كيدي زعما ما كيديش الوقت، غير هو الوقت في التخمير، اما راه ما كيديش لا جهد لا في العجينة لا حتى شي حاجة، وكيخرج لك القياس زعما القياس زوين. انا كل هكا كل 4 ايام كنزيد عاوتاني كنعجن صافي. كديرهم في البلاستيكات هادو وكتدخليهم لالا المجمد ديالك الوقيته اللي بغيتي تاكلي، راه كتخرجيها قبل يا اما قبل اولا ديري كيما كندير انا ديريكت، وما كنسخن على الفخران وكندخلها كتسخن غير واحد 10 دقائق وها هي بحال الا عجنتي هذيك الصباح، والله الا كتجي على منزي. نعسنا الدراري، طيبنا الخبز، واختي دابا ضروري نضرب الحاله. كما كتشوفوا هنايا صفيت هذيك البطاطا، الماء ما عندكم ما ديروا به، غادي تحتاجوا داك النشا راه هو بيض، هذاك هو اللي غادي تحتاجوا. غتزيدوا عليها البنات بياض بيضه، بياض بيضه وحده كما كتشوفوا في الفيديو. شوفوا اختكم الباندا ديما انا هذيك الدبليج ديالي هي الباندا اللي كتكون في شعري، كنحيدها وكنديرها في يدي. شكون اللي بحالي تكتب عليا في الكومونتير. المهم الصفر ما تلوحوش، خليه حتى الغد اللي انا غندير به ان شاء الله وصفه للشعر ديالي، وممكن ديريها في نفس النهار، زيدي عليها شويه البنان شويه الافوكادو الزيت اللي عندك في الدار وديريها ساعد المكانه الوصفه للشعر، زوين وكيرطب الشعر كيقويه كل شيء. هنايا غادي نخلط هذاك بياض البيض مع النشا ديال البطاطا، حركوه مزيان البنات، حركوه 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 حتى يبان لكم الخليط راه انسجم مزيان. غادي نمشي دابا نديرها في الحمام. البنات الوصفه ديروها تحت العينين، ديروها على العنق ديالكم ضروري، ديما كنأكد اللي درتو على وجهكم ديروه على عنقكم، وديرو حتى على اليدين ديالكم، كتخليوها حتى كتنشف مزيان، راه غادي تبان لكم صافي بدات كتجمع مزيان. المهم غدي لكم واحد 15 دقيقه حتى 20 دقيقه، ومن بعد غسلي بالماء دافي وبالماء بارد وواحد القطينه ديال الماء ورد ديريها في الاخر. وضروره البنات من الدوش، ثم الدوش قبل ما تنعسوا حتى نتوما كتعرقوا نهار كامل، نتوما كتجيو مع الدراري جفف سيق عافاك اختي الله يعطيك الستر. ما تنعسيش بلا دوش، كما قلت لك ما بغيتيش تغسلي شعرك ماشي مشكل، غسلي اللحم ديالك صويبي. هنا انايا راه عمرت الدوش، كنستعمل هذا بندوش ديال دوف، من عشاق دوف انا كنحمق عليها، في واحد الريحه خطيره زوينه كتعجبني، وكيرطب حتى الجسم ديال كيرطب الجسم. صافي البنات دويشه خفيفه، ريحتك تكون زوينه، وغادي نقول لكم تصبحوا لي على خير، ونتمنى من كل قلبي تكونوا استفدتوا من الفيديو ديال اليوم. كتبوا لي اقتراحات الفيديوهات بغيتوني عاوتاني نديرها لكم، ان شاء الله راجع لكم واحد الوصفه عشاق القهوه، واحد الوصفه خطيره 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 غتشكروني عليها العمر كله. كنقول لكم كنبغيكم وكنحمق عليكم، ان شاء الله نتلاقاكم في فيديو جديده. موح عليكم.